بسم الله أبو الابن الروح القدس إله واحد أمين. كل سنة متطيبين بمناسبة عيد العذراء، منورانا ومباركانا هنا في أستراليا وفي مصر وفي العالم كله. في كنيسة ماري مرقس احنا فكرنا في أيام صوم العذراء واللوك داون، شغال إن احنا نكلمكم كل يوم بالليل، نتقابل معاكم كأباء كنيسة ماري مرقس ونصلي مع بعض أو نتأمل مع بعض تأمل عن العذراء، ونقضي معاك حوالي 10 دقائق كل يوم بالليل من الساعة 9 بالليل. It will be in different language, like some of the fathers will present it in English and some of the fathers will present it in Arabic. So كل يوم هتلاقوا حاجة يا إما عربي يا إما English. English سهل وعربي يبقى سهل، بحيث إن الكل هيفهم الصلاة بتاعتنا. الطريقة بتاعتها هتبقى مختلفة، كل أب هيشوف عايز يقدم لكم 10 دقائق شكلها إيه. هيبقى فيها اتليست توك صغير، ممكن يكون فيها ترنيمة، ممكن يبقى فيها سؤال وجواب، ممكن يكون فيها صلاة صغيرة معاكو، إنما نكون كلنا مع بعض ككنيسة، وإنتوا في البيت وإحنا في الكنيسة أو في المكتب بتاع أبونا أو في البيت، كلنا بنصلي للعذراء وبنعيش مع العذراء لمدة 10 دقايق كل يوم من أيام الصوم بتاع العذراء. آخر يوم في الصوم اللي هو ليلة عيد العذراء هنعمل عشية في الكنيسة، السبع أباء هيبقوا موجودين وهنعمل تمجيد ونقول شوية كلمات عن العذراء ونحتفل مع بعض كلنا بعيد العذراء الغالي على قلوبنا جدا، ننبسط فيه ونفرح فيه مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. بتسد احتياجنا وتفيدي كمان، وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان. بتسد احتياجنا وتفيدي كمان، وفي زحمة حياتنا تدينا الأمان. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية، يا هنانة بأمومتك يا فخر البرايا. يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية، يا هنانة بأمومتك يا فخر البرايا. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. منك زاد إيماننا بزيارتك بيوتنا، من يوفي بجمالك يا أمارة في حياتنا. منك زاد إيماننا بزيارتك لبيوتنا، من يوفي بجمالك يا أمارة في حياتنا. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المسيح. فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك، يلا يا عذراء هلي ده وحشنا ظهورك. فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك، يلا يا عذراء هلي ده وحشنا ظهورك. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين.
كل سنة وانتم طيبين في أول يوم من أيام سوم العذراء اللي منورانا ومباركانا، وبنحس في أيامها اللي احنا في السماء كنيسة كلها فرحانة ومشاعرنا كلها مع العذراء فرحانين بيها، بنستمتع بيها وأيامها جميلة قوي وصيامها حلو ومحبوب عند الناس كلها. النهاردة في الكلمة اللي هقولها في 5 دقايق أو 7 دقايق عايز أكلمكم على مفهوم كيف أأخذ العذراء أمي، إزاي خلي العذراء أمي، إزاي يبقى مشاعري أن العذراء دي هي أمي. لو أنا كانت مشاعري العذراء دي أمي هقدر أطلب منها طلبات كثيرة جدا، وأقدر أطلب منها بثقة، وهقدر علاقتي بالعذراء تبقى علاقات قوية جدا، وهقدر أشوف عملها معايا في حياتي إيه. المهم أن مشاعري أقدر أخليها مشاعر زي واحد بيطلب من أمه بمنتهى الثقة بمنتهى الدلة وبمنتهى الود. الفكرة دي جات لي من حاجتين. أول حاجة لما بشوف الرهبان بلاقيهم علاقتهم بالعذراء علاقة قوية جدا، بيعتبروها أمهم، وده يفسر ترانيم كتيرة قوي جات أغلبية الترانيم فيها هذه المشاعر، يا عذراء يا أمي. حتى في القداس الإلهي لما بنقول افرح يا مريم، مريم البكر والأم. ففكرة العذراء أمي دي متأصلة جدا في الكنيسة ومتأصلة بالذات عند الرهبان. الراهب لما بيسيب العالم وبيروح الدير بيبقى جزء من فكره انه مش عايز يرتبط كتير قوي بعيلته. أول كام سنة من الرهبانة بتاعته يبقى مش عايز يقابل عيلته كتير قوي، وعايز يلتصق بالدير أكتر، فياخد أب اعتراف ليه أو أب يكون قديم في الرهبنة ويبقى هو أبوه، ويبتدي يتعامل معاه كأنه أبوه، يبقى قريب منه قوي. لو عنده سؤال، لو عايز أي استشارة يستشير هذا الأب اللي هو أبوه في الاعتراف، وياخد باقي الرهبان إخواته، يبقى قاعد دايماً وحاسس إن أنا محاط بإخواتي، بيأكل معاهم وبيشرب معاهم وبيعمل معاهم التسبحة ويحكي معاهم ويضحك معاهم، هم دول إخواته. ويمكن لو جاله زيارة من العيلة بتاعته في أول، غالباً في أول سنة من الرهبانة ما يحبش يشوفهم، يبقى عنده أب وعنده أخوات، يبقى فاضل إيه في العيلة؟ فاضل أم. عشان كده ياخد العذراء أمه. كل راهب من الرهبان تبص تلاقي العذراء دي أمه، صورتها موجودة في القلاية بتاعته، ويشتكي لها لو تعبان ويطلب منها لو محتاج طلبة. فحكاية فكرة العذراء هي أمه دي بتخلي الرهبان قريبين قوي من العذراء، ويخليهم يكتبوا حاجة جميلة قوي زي في صلاة الغروب، القطعة الثالثة من صلاة الغروب اللي بتتكلم على العذراء، تقول عند خروج روحي من جسدي احضري عندي، مؤامرة الأعداء اهزمي، والأبواب الجحيم اغلقي. علاقة قوية جدا بالعذراء، أنا عايزك أنت بس تبقي موجودة معايا، عند خروج روحي من جسدي أنا هطمن لو أنت موجودة معايا. ففكرة المشاعر اللي بتتولد لما الواحد ياخد العذراء أمه دي شغلت بالي قوي. إزاي أخد العذراء أمي؟ إزاي أشعر إن العذراء دي أمي؟ أطلبها بمنتهى القوة وأعرف حبها ليا واتصالي به يبقى اتصال قوي. لو الواحد عرف يخلق المشاعر دي جواه أو يربيها أو يكونها هتبقى علاقته وحبه للعذراء علاقة قوية جدا. الفكرة دي برضو جات لي لما والدتي تنيحت من عدد من الشهور، فحاجة جديدة ابتديت أحس بيها، مشاعر جديدة. المشاعر دي اللي أنا لما ببقى محتاج حاجة من السماء ببص على صورة والدتي واللي أنت في السماء دلوقتي قريبة من عرش المجد، وبطلب منها بثقة كده، يعني ما بقاش حاطت بيني ما بينها، لأنها أمي كانت بتهتم بيا في حياتي، مفيش مسافة بيني ما بين أمي. فأقول لها بقول لك إيه، الموضوع ده شغلني قوي وتعبني قوي، وبعندي ثقة وأنا بطلبها أنها تهتم بيا لأنها هي بتهتم بيا كانت على الأرض. فكرة اهتمام الأم الشديد بولادها حسيت بيها كمان بقوة قوي. من كم يوم كده هو وأنا في البيت كانت زوجتي تعبانة شوية، ظهرها وجعها، وبعدين ابني جه من برة متأخر وقال لها أنا جعان، وعارف أنها تعبانة شوية، فقولي يا ربي هو عارف أنها تعبانة ومش عارف هي هتقول أنا تعبانة أعمل أنت أكل ولا تقوم. فهي كانت تعبانة قوي فقامت، ما قالتلوش حتى أنا تعبانة ولا خلي عندك شوية ذوق كده واعمل لوحدك، إنما قامت عملت له الأكل
وهو بيطلب عشم، هو رجع تعبان، قال انا تعبان قوي مش قادر اعمل اكل، اعملي لي لقمه كلها. فقامت عملت له علاقه كده غريبه بين الانسان وامه، يطلب منها بدله وبدون اي مسافات. فنفسي ان العلاقه اللي بيننا وبين العذراء تكون هذه هي العلاقه، هي امي، هي امي زي ما الرهبان بيعتبروها امهم وبيطلبوا منها بقوه، فهي امي اللي بتعتني بيا. هقول لكم على ثلاث حاجات بسرعه تخلينا ازاي نفكر فيها كأم. اول نقطه من النقط ان يكون في ثقه قويه جدا ان العذراء فعلا بتهتم بكل احد، وفعلا هي بتعتبر ام البشريه، زي ما ترانيم كتيره جدا وتاملات كتيره للاباء قالوا انها ام للبشريه، هي بتهتم بكل البشريه كاولادها. لان على الصليب كان يوحنا المعمدان محتاج ام وهي محتاجه ابن، فالمسيح قال له خدها امك. وترنيمه جميله قوي بحبها بتقول ان في هذه الكلمه للمسيح على الصليب اعطى البشريه كلها للعذراء كاولاد للعذراء، فهي امهم. فالثقه الشديده ان العذراء بتقوم بهذا الدور وقادره انها تقوم بهذا الدور يخلينا نشعر انها مستعده فتح دراعها انها تاخد ولاد ليها كتير جدا جدا جدا، وتقوم بدورها كأم حلوة وترعانة كأم حلوة، لأنها عملت كده في حياتها كتير قوي. النقطة التانية اللي تخلينا برضو نثق في أمومة العذراء إنها ليها شفاعة عند ربنا. لما أخد العذراء أمي يبقى ليها شفاعة عند ربنا قوية، ليها علاقة بربنا غريبة، مفيش حد ربنا يسوع المسيح كان يسمع له قد ما يسمع للعذراء بشكل غريب قوي. هقول لكم على شوية حاجات كده كتبتها، نقط على إزاي العذراء كان ليها دلة قوية قوي عند ربنا. من قبل ما السيد المسيح يتولد وهو لسه في بطنها قررت إنها تروح لإليصابات عشان تزورها وعلشان تساعدها. فالمسيح وافق وهو في بطنها. يعني إيه وافق؟ يعني I approve what you're doing، يعني أنا معاكي في اللي أنت بتعمليه. أنا أنت رايحة ونفسك تباركي إليصابات ونفسك تساعديها، وأنا كمان هعمل معاك اللي أنت عايزة تعمليه، اللي في قلبك ده أنا موافق عليه. زي اتنين يكونوا ماشيين مع بعض، واحد بيحب زميله اللي ماشي معاه يقول له تعالى نروح الحتة فلانية، يقول له يلا تعالى طالما مع بعض نروح مع بعض. فالمسيح كده مع العذراء، فراح مع العذراء وكان لسه في بطن العذراء، فسجد ليوحنا المعمدان وإدى سلام لإليصابات. وإليصابات قالت ده مش انت بس اللي جيتي زرتيني، ده عند سماع صوتك في أذني ارتقت الجنين بابتهاج في ايه في بطني. فالعذراء اللي تقوله المسيح يمشي معها على طول. لما كان عنده 12 سنة في الهيكل وهو كان عايز فيما عايز يقعد فيما لأبيه، هو قال لها كده وقال لها أنا عايز أقعد هنا، هو ده المكان الذي فيما لأبيه، عايز أقعد في الهيكل وابتدي اتكلم وابتدي ابشر وابتدي اصلح الحاجات الغلط اللي بيعملوها الكهنه والكتب والفريسيين. والعذراء قالت له لا انا وابوك متعبين جدا تعالى معانا، انت لسه صغير 12 سنه. فخضع لهم وكان خاضعا لهم. يعني ايه كان خاضعا لهم؟ يعني غير ترتيبه من اجل العذراء. لما قالت له لا ترجع معانا كان خاضعا لها، بالرغم قال لها اللي انا عايز اقعد في الهيكل فيما لابي فيما يختص بابي، عايز أقعد في هذا الهيكل أعمل. فكانت العذراء ليها تأثير قوي جدا على السيد المسيح. وبعد كده قصص كتيرة قوي، عرس قنا الجليل سمعنا عنه كتير، دي العذراء ليها هذه الثقة قوية أنها تطلب من المسيح والمسيح ينفذ اللي هي بتقوله. في وجوده على الصليب بص على العذراء كده واهتم جدا أنها وحدها، يوسف النجار مش موجود، ما فيش اخوات تاني، هو المسيح. فبص ليوحنا المعمدان وقال له خد لي بالك من امي، ما تسيبهاش لوحدها، ارعاها وهي تبقى ام ليك وانت تاخد بركتها. مشاعر كده قويه قوي مع العذراء، حتى عند خروج جسدها المسيح قال العذراء دي لازم تبقى في السماء، جسد ده ما يقعدش على الارض، لازم يبقى معايا في السماء. علاقه قويه جدا بين العذراء والمسيح، عشان كده شفاعتها قويه قوي. يا بخت اللي يعرف ياخد العذراء امه، يا بخت اللي يكون عنده هذه المشاعر ان العذراء دي امي اقدر اطلب منها بثقه وهي فاتحه قلبها وفاتحه دراعاتها ومستعده انها تاخد كل واحد مننا كحد من اولاده. يا بخت اللي يقدر يخلق المشاعر دي جوه قلبه،
انك انت امي، كلمها ويبص للايقونه بتاعتها ويبص للصوره بتاعتها ويتخيل انها امه اللي بيطلب منها، وهي مستعده تتشفع وشفاعتها قويه عند ربنا. اخر حاجه يمكن اقولها ان علشان تاخد العذراء امك، شوف هي بتصنع ايه مع كل اللي اخذوا العذراء امهم او تشفعوا بالعذراء عبر التاريخ كله. قصص كتيره وكتب كتيره جدا اتكتبت عن ناس طلبوا من العذراء والعذراء استجابت لهم علشان اخذوها كام ليهم. يمكن من احد الحاجات الجميله اللي حصلت مع العذراء هو ظهور العذراء في الزيتون، وقد ايه ناس كانوا جايين للعذراء طالبين منها شفاء وبيترجوها وبيتوسلوا اليها بيعيطوا وحاسين ان العذراء دي طيبه جدا وحنينه جدا زي ما شعروا بامهم بالظبط، وقد ايه العذراء دي شافت ناس كتير منهم وقومت ناس مشلوله كتيره منهم وفتحت عينين اعمى ناس عمي كتيره جدا منهم من اجل مشاعرهم انك انت امنا اهتم بينا ورعينا. اخر حاجه قصه كده هقولها، ان في اسره كده كانوا منتظرين يعملوا عمليه خطيره لحد من اولادهم، واتصلوا النهارده بيا وبيقولوا ان اتحدد ميعاد العمليه يوم 18 اغسطس وفي وسط صيام العذراء، وقالوا اللي احنا مطمنين جدا جدا ان طالما جاي في نص صيام العذراء يبقى العذراء هتاخد لبالها من هذا المريض ابنهم وهتشفيه. وانا بقلبي كان عندي ثقه تامه ان هم بيحبوا العذراء جدا وصايمين عشان صيام العذراء من فتره، وان عينيهم على العذراء، العذراء اكيد هتعمل حاجه حلوه ليهم لان هم بياخدوها العذراء كامهم، مش بس كنيستنا القبطيه اللي بتحب العذراء كأم، وإنما الكنيسة الكاثوليك بتحب العذراء كأم، بشر كلهم حتى إخواتنا المسلمين يحبوا العذراء قوي قوي ويبصوا لها كده، وساعات ناس تصوم للعذراء قد إيه العذراء دي أم حنينة جدا على البشرية، فرحانين خالص بأمومتها، وياريت زي ما هي عندها استعداد وعندها مشاعر إنها تاخد البشر كلهم كأولادها تكون مشاعرنا بنفس الليفل وبنفس القوة إن إحنا ناخدها كأم لينا، ثقة كاملة جدا في استعدادها إنها تستجيب لتلبطنا، ثقة تامة جدا في الدلة اللي عندها عند المسيح وإنه بيستجيب لها، ثقة في عملها مع آلاف وملايين من البشر في معجزات كتيرة فنطلبها. صلوات العذراء تكون دايما من نصيبنا، وحب العذراء يزداد جوه قلوبنا لأنه شيء يفرح المسيح جدا اللي احنا نحب العذراء. كل ما نحب العذراء المسيح يبقى فرحان جدا، احنا ما بتبدلش حب بحب، احنا عارفين المسيح هو الإله والعذراء إنسانة، بس العذراء دي أخدت مكانة ضخمة جدا 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 لطهارتها ولنقوتها ولفضائلها ولكونها أصبحت أم الإله يسوع المسيح المتجسد. كملوا أيام العذراء في صلاة ليها، ياريت كل أسرة تقدر تعمل حاجة صغيرة للعذراء، صورة للعذراء تحطه قدامها شمعة في البيت، ويمكن نطلب كل يوم من العذراء طلبة كده نقول لها أعطينا حب جوه قلوبنا ليكي كأم غالية لينا بترعانا وبتحمينا زي ما أنتي بتحبينا ومستعدية تاخدينا كأولاد ليكي، افتحي قلوبنا إن احنا نأخذك أم لينا. كل سنة وانتم طيبين، له كل المجد والكرامة من الآن والأبد، آمين. بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. امنا العذراء علمينا ازاي نشعر بامومتك في حياتنا علشان في كل حين نطلبك بثقه وناتي اليك ونحن واثقين انك تنظري الى طلبتنا بحب، بل قبل ما نطلب انت عارفه اللي جوه قلوبنا وبتطلبيه من ابنك في السماء. جميل أيام صيامك جدا، وجميل وجودنا معاكي في هذه الأيام، رحلة جميلة من أسبوعين بنعيش معاكي فيهم كل يوم، نرفع تمجيد ونرفع صلوات ونطلب منك أنك أنت تنظري علينا دايما بعين عنايتك وبعين رعايتك. نشكرك على أمومتك اللي يسوع المسيح أعطاكي لينا كأم وهو على الصليب، فنفتخر بهذه الأمومة ونشعر دايما ان احنا عندنا سند في كل ضعفاتنا، نطلب معونتك ونطلب حمايتك و
ونطلب قلبك الحلو اللي بيصلي من أجلنا. رافعين قلوبنا كلنا في هذا المساء أن تباركي في بيوتنا، تجعليها بيوت سلام وبيوت طهارة وبيوت بركة. كنيسة يمكن مقفولة في الوقت ده، ولكن ممكن في كل بيت من بيوتنا يكون الإنجيل مفتوح فنشعر بالكنيسة، ويكون هناك صلاة الصبح وبالليل فنشعر بجمال الصلاة، ونشعر أن بيوتنا تحولت إلى كنائس. لما نحضر القداس حتى في الستريمينج نشعر أن مسيح زارنا ببركته وبجسده ودمه جوه قلوبنا، لأن جسد ودم المسيح هو عطاء روحي، ويقدر هذا العطاء يوصل لنا بأشكال مختلفة. باركينا يا أمنا العذراء، وباركي ولادنا، وانظري لينا بعين رعايتك، وانظري لينا بعين تطلب من المسيح من أجلنا دايما وتسندنا وتعيننا. رافعين قلوبنا يا ربي كلنا من أجل كل إنسان في شدة، وكل إنسان في ضيق، وكل إنسان يمكن يكون مريض عنده عملية ومحتاج يشعر بوجودك يا ربي، بشعر بإيدك، وكل إنسان بيذاكر ومستني أنه يحقق نجاح حلو في الامتحان بتاعه في النتيجة بتاعته، وكل إنسان عنده تجربة في بيته وتجربة في حياته. نطلب منك يا ربي وإحنا راكعين أمامك في هذا المساء أن تبارك على الجميع يا ربي، وأن تأتي وتزور قلوبنا بسلامك وتحل يا ربي مشاكل كتيرة، ولو لسه الوقت ما جاش لحل المشكلة فلتعطي سلام لقلوبنا. طالبين منك يا ربي أن تحفظنا في إيمانك للنفس الأخير، أن تجعل عيوننا إلى السماء فنطلب أولا ملكوت الله بره، وهذه كلها تزاد لنا. اغفر لنا خطيئتنا يا ابن الله الحي وسامحنا، أعطينا قلوب طيبة يا ربي، قلوب بسيطة يا ربي تحيا ببساطة معك، تثق في حبك يا ربي وتثق في أبوتك، ما يشغلهاش كلام كثير في العالم بيشكك في أبوتك وبيشكك في حبك، ولكن ببساطة شديدة جدا نثق فيك كبساطة هذه المرأة التي لمست ثوبك فأتت بالشفاء. لهنا الصالح يسوع المسيح، بنشكرك يا ربي على محبتك وعلى كنيستك وعلى إيمانك وعلى دعوتك اللي احنا نكون أولادك، ونطلب في شفاعة أمك العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل وقديس مريم مرقس شفيع هذه البيعة، وكافة القديسين الذين أرضوك بأعمالهم الصالحة منذ البدء، أن تسمعنا يا ربي لما نصلي قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.